يهديكم أزاهيرا وألحانا، بألحاننا نصوغ لكم كل الفنون ألوانا. أريد الفرح من عبق يزيد القلب سلوانا. يا مرحبا بكم بتراحيب فاقت جبال عمان ثباتا، في حفلنا الختامي لمعرض وملتقى منارة العرب للثقافة والفنون الدولية الرابع لعام 2024، الممثل برئيسه الإعلامي نصر الزيادي، الذي احتضن جميع الفنون بجميع الأعمار والأعراق والبلدان تحت ظل منارتنا العزيزة. لك كل الشكر أستاذ نصر. ونائبة رئيس منارة العرب الفنانة التشكيلية سلوى حجر. عطوفة مدير عام المكتبة الوطنية الذي ضم هذا المعرض الرائع الأستاذ الدكتور نضال العياصر. وأشكر زملائي وزميلاتي الفنانين كل حسب اسمه وفنه. تفضلي أستاذة سلوى حجر بكلمة تحبية. بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة مدير عام المكتبة الأردنية الأستاذ الدكتور نضال العياصر. سعادة رئيس منارة العرب الإعلام نصر زيادة. رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين الشاعر عليان العدوان. السادة المشاركون في معرض وملتقى منارة العرب الدولي الرابع لعام 2024. السادة الحضور، أصحاب السادة والعطوف الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في ختام ملتقى منارة العرب، على أمل أن نلتقي بكم مجددا إن شاء الله في الملتقى الدولي الخامس بإذن الله. إلى أن يحين موعده نستودعكم الله ونلقاكم على خير بإذن الله. للمكتبات الوطنية دور هام في حفظ الإنتاج الثقافي الوطني والتعريف به، وقد نبهت دول عديدة لأهمية وجود مكتبة وطنية، والأردن وضع على رأس أولوياته الثقافية الاهتمام بالمكتبة الوطنية كونها تمثل ذاكرة الوطن ومكتبة الدولة. والآن أترككم مع فيلم قصير عن المكتبة الوطنية. صرح يعتبر من أهم الصروح الفكرية للأردن. صحيح تأسس سنة 1975، لكن في عام 2003 كان قرار جلالة الملك عبد الله الثاني بنقلها إلى مكان أنسب وأكبر وأحسن، واللي هو واحد من أهم الإنجازات اللي تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه. دائرة المكتبة الوطنية، خلينا نروح نتعرف عليها سوا. من كل مصنف ينشر في المملكة عن طريق وزارة الثقافة والإعلام والمؤسسات الرسمية والخاصة. لكن بتاريخ 6 آذار 2003 زار جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المبنى القديم للدائرة، وشاف وضع المبنى القديم وكيف إنه الرطوبة نالت من الكتب والوثائق،
فأمر جلالته بإنقاذ الأرشيف الوطني ووضعه في متناول الطلبة والباحثين والمهتمين بشكل علمي لائق، وأوعز بضرورة توفير مكان يليق بالثروة المعلوماتية اللي ما إلها ثمن. المكتبة الوطنية من الصروح التي نعتز ونفتخر بها، حيث تم تأسيس المكتبة الوطنية في عهد المغفور له الحسين بن طلال عام 1975. المكتبة الوطنية يطلق عليها بأنها مكتبة الدولة، وهي المكتبة التي تعنى بجمع وحفظ النتاج الفكري الوطني والإعلام عنه. للمكتبة الوطنية رؤية ورسالة، رؤيتها هي ذاكرة وطن ورسالة نهضة، ورسالتها هي المحافظة على الذاكرة الوطنية وإدامتها ونقلها للأجيال القادمة. وقد تطورت وازدهرت المكتبة الوطنية في عهد الملك المعزز عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، الذي شرفنا بزيارته للمكتبة الوطنية في عام 2003، وقد اطلع جلالته على واقع المكتبة الوطنية، وأوعز في ذلك الوقت بإنشاء مكتبة عصرية مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية، وتليق بأن تكون ذاكرة للآباء والأجداد، فأوعز في ذلك الوقت بإنشاء هذا الصرح الوطني. دائرة المكتبة الوطنية فيها أكثر من 3 ملايين وثيقة، مليون ونص منهم تم أرشفتهم ووضعهم في الموقع الإلكتروني للمكتبة، حتى يكون لكل مواطن المقدرة أن يوصلهم ويطلع عليهم. هذا غير أن المكتبة فيها أكثر من 350 ألف نسخة من الكتب، وتقريبا نص مليون صورة، وكلهم بيتم الحفاظ عليهم وحمايتهم باتباع أنسب الطرق المعروفة لحماية الوثائق. لدينا أجهزة تقوم بعملية تعقيم الوثائق قبل الشروع بعملية فحصتها وتصنيفها وحفظها، بالإضافة لأن لدينا أيضا حافظات للصور، فلا نحفظ الصور من خلال الورق النباتي، هذا الورق الذي نحفظ الصور من الرطوبة والحرارة. كل الوثائق في المكتبة الوطنية متاحة للي بده يطلع عليهم حسب قانون حق الحصول على المعلومات. ومن الأشياء اللي بتساعد على إثراء المكتبة الوطنية بالمعلومات والوثائق هي اتفاقيات التعاون اللي وقعتها دائرة المكتبة الوطنية مع مختلف الجامعات والمؤسسات. هناك تعاون ما بين المكتبة الوطنية وما بين الجامعات، ما بين وزارة التربية والتعليم، من أجل عملية نقل هذه المعلومات لطلبة الجامعات وطلبة المدارس من خلال الوثائق ومن خلال الصور ومن خلال الأفلام التي يتم عرضها في هذه المؤسسات الثقافية. دائرة المكتبة الوطنية تعتبر مركز للمعلومات اللي ممكن تنبع أو تيجي من أي مكان في المملكة، عشان هيك المكتبة الوطنية هي الضامن للفهرس الأردني الموحد. نعمل منذ 3 أعوام على مظلة تقتني كل النتاج الفكري الموجود في المكتبات، سواء كانت المكتبات الجامعية أو المكتبات المدرسية أو المكتبات المتخصصة. وحتى توصل المعلومات للمواطن بشكل مكتمل وصحيح، نظمت المكتبة الوطنية دورات تدريبية لموظفي الوزارات وكوادر الدولة على الطرق الصحيحة للأشهر. استطعنا لغايه الان ان ندرب ما يقارب 1200 موظف من الدوائر الحكوميه كي يكونوا قادرين على فهرسه وارشفه الوثائق التي لديهم. في اهتمام كبير بالموقع الالكتروني للمكتبه الوطنيه، لانها المكتبه بتواكب التطورات العصريه وبتستخدم التكنولوجيا الحديثه، مش بس حتى تمكن المواطن انه يوصل للوثيقه اللي بتهمه او للفهرسه الالكترونيه، لكن برضو علشان تعرفوا بانشطتها وفعالياتها. نقوم بعرض للعديد من الكتب والمطبوعات والصحف من خلال الموقع الالكتروني، بالاضافه الى بث مباشر للفعاليات التي تعقد في المكتبه الوطنيه. اضافه للموقع الالكتروني، المكتبه الوطنيه اطلقت منصه وثق اللي لها دور كبير في جمع الوثائق وتعريف المواطنين المحليين والباحثين الدوليين فيه. جمع الوثائق الموجوده لدى المواطنين كي تكون هذه الوثائق موجوده ومفهرسه ومصنفه في المكتبه الوطنيه.
المكتبة الوطنية بتوفر أجواء جميلة جدا لعشاق القراءة والكتابة والاطلاع والبحث وغيرها. مساحاتها كبيرة، كتبها كثيرة، وثائقها عديدة، يعني المكتبة الوطنية مكان مثالي للي بحب هيك أجواء. هي مجهزة بقاعات للمطالعة والبحث، بالإضافة إلى إتاحة الوثائق والكتب للباحثين والدارسين. دور دائرة المكتبة الوطنية تعدى وظيفتها كحافظة للمعلومات والوثائق وتمكين الباحث والدارس انه يوصل للمعلومة اللي بيدور عليها. المكتبة نفسها صارت منبع للثقافة والفكر. المكتبة الوطنية أصبحت عبارة عن مركز إشعاع ثقافي لا تعنى فقط بالكتب والوثائق، بل تعدد ذلك إلى عقد المحاضرات والندوات واللقاءات وأيضا الفعاليات الثقافية. المكتبة الوطنية لها دور كثير كبير في الحفاظ على الحقوق الفكرية، يعني المؤلفين والكتاب والمبدعين من خلال مكتب حق المؤلف، وهذا دليل على أن المكتبة تشجع الإبداع والابتكار. ما يميز المكتبة الوطنية الأردنية عن باقي المكتبات الأخرى بأنها تقوم بمهام الإيداع القانوني، وهو القانون الذي يلزم المؤلف أو الناشر أو المبدع بإيداع نسخ من المطبوع أو المسموع في المكتبة الوطنية. فمن خلال تسجيل الإبداعات والابتكارات فيما له علاقة بالكتب وب المسلسلات ودواوين الشعر، نحافظ على حق المؤلف والحقوق المجاورة. فهي مكتبة إدارية، أي تقتبل كل النتاج الفكري الذي يطبع في المملكة الأردنية الهاشمية. من الناحية الثانية هي عبارة عن مركز إيداع للوثائق، فمن خلال قانون الوثائق الذي صدر في عام 2017 يجبر كافة المواطنين لديه أي وثائق ذات بعد وطني أن تودع في المكتبة الوطنية. لا بد من الإشارة هنا بأن المكتبة الوطنية تقوم بمنح ما يقارب ما بين 6000 إلى 7000 رقم إيداع في العام الواحد، بالإضافة إلى إعطاء أرقام ريالية دولية للكتب. هذه الأرقام لا تتكرر على المستوى العالمي. المكتبة الوطنية بتنظم العديد من الأنشطة اللي بتساعد على الإبداع الأردني، مثل حفلات إشهار للكتب والكتاب، إضافة للمحاضرات والندوات واللقاءات. المكتبة الوطنية بصراحة تعمل ليس فقط في النهار ولكن أيضا تعمل في الليل، فلدينا العديد من الفعاليات التي يتم عقدها في المكتبة الوطنية بعد الساعة 5 من أجل التعريف بالمبدع الأردني وبالمؤلف الأردني وبالمنتج الأردني. وما ننسى أن المكتبة الوطنية بتحيي مختلف المناسبات الوطنية والثقافية والتوعوية. على سبيل المثال للحصر، احتفلنا من خلال معرض مئوية الدولة الأردنية بالوثائق والصور التي تجسد والتي تحكي لنا تاريخ مملكتنا الحبيبة. في هذا العام لدينا معرض اليوبيل الفضي اللي بحكينا من خلال الوثائق والصور عن التطورات العلمية والتكنولوجية والسياسية والاقتصادية التي تمت في عهد جلالة الملك المعزز. دائرة المكتبة الوطنية تشهر وتصدر وتنشر مطبوعات بتحكي لنا عن الأردن وتاريخه وإنجازاته، حتى توثق لنا ماضينا وحاضرنا وتعرفنا وتثقفنا بمكانتنا وعطائنا. احتفاء باليوبيل الفضي تقوم المكتبة الوطنية بإصدار الطبعة الثانية من جريدة الشرق العربي التي صدر أول عدد منها عام 1923. إضافة إلى ذلك، قامت المكتبة الوطنية بطباعة ونشر كتاب 100 محطة في 100 عام، احتفاء بمرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية. إضافة إلى ذلك، تقوم المكتبة الوطنية سنوياً لإصدار الببليوغرافيا الوطنية الأردنية، وهي عبارة
عن سجل سنوي لما يطبع في المملكة الأردنية الهاشمية. المكتبة الوطنية وبالتنسيق مع مديريات الثقافة والجمعيات والهيئات الثقافية سنت سمة حميدة، وهي أن المكتبة بتنظم معارض متنقلة بتلف على كل محافظات المملكة لعرض الوثائق والصور على طلاب المدارس والجامعات. أطلقت المكتبة الوطنية في نهاية عام 2012 مبادرة كتابك صديقك، وزعت من خلاله ما يقارب أكثر من 200 ألف كتاب على المواطنين، وأيضا دعم المكتبات في المناطق النائية والمكتبات المدرسية من أجل التشجيع على القراءة. إحدى هذه الفعاليات وأكبرها كان في المدرج الروماني، وزعنا أكثر من 40 ألف كتاب، وكانت هذه المبادرة تحت عنوان كتاب مجاني في المدرج الروماني. مبادرة تبرع بكتاب تنشئ مكتبة، مبادرة جينا نفرحكم، هذه المبادرة التي جبنا فيها كافة محافظات المملكة من أجل إعطاء فرصة للطفل للإطلاع على القصص ومن أجل عملية تشجيع القراءة. الطفل، المكتبة تمت اهتمام خاص بالأطفال حتى تشجعهم على القراءة والإطلاع وتنمية وعيهم الفكري والثقافي والإبداعي. لدينا في المكتبة الوطنية قسم خاص يعنى بالطفولة، مكتبة الطفل الذي يحتوي على القصص والروايات المخصصة للطفل. المبنى الجديد لدائرة المكتبة الوطنية هو واحد من أهم الإنجازات الأردنية اللي تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني جل حسين حفظه الله ورعاه. نلتقي بكم في الحلقة القادمة من برنامجكم بالعزم بريكا. نشكر المكتبة الوطنية على عملها الرائع. الشعر هو ما ينتج عن عثور إحساس على فكرة وعثور الفكرة. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلادي، كل من فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجوم، وجدي كان فلاحا بلا حسبي ولا نسبي. فأن ترضيك منزلتي سجل أنا عربي. أنا تسليم ياس الثلجي من الأردن. وجدتها الجنوب تغص بالجرذان والطاعون واليهود، كانوا خليطا من فقاط الشعوب، من غرب بولندا، من النمسا، من اسطنبول، من اخر الارض من السعير. جو الى موطننا الصغير، موطننا المسالم الصغير، فلطخوا ترابنا واعدموا نساءنا ويتموا اطفالنا. ولا تزال الأمم المتحدة ولم يزل ميثاقها الخطير يبحث في حرية الشعوب وحق تقرير المصير والمثل المجردة. فليذكر الصغار العرب الصغار حيث يوجدون، من ولدوا منهم ومن سيولدون، حكاية الأرض التي ضيعها الكبار والأمم المتحدة. أكتب للصغار قصة بئر السبع والخليل، وأختي القتيل هناك في بيارة الليمون. هل يذكر الليمون في الرملة؟ في اليد وفي الخليل. أختي أنا نضال، أختي التي ما زال جفها الطليل، أختي التي ما زال جفها الطليل، تضم قبر والدي وأخوة الصغار، تضم قبر والدي. هل تعرفون والدي وإخوتي الصغار؟ إذ كان لنا في يافا حديقة ودار يلفها النعيم، وكان والدي الرحيم مزارعا وشيخا يحب الشمس والتراب. والله
والله هو الزيتون والعنب، وكان يحب بيته وزوجته والشجر المثقل الموجود. وجاء أغراب مع الخيام من شرق أوروبا ومن غيان السجون. جاءوا كفوج جاي من الذئاب، فلطخوا التراب وكسروا الغصون وأشعلوا النيران في بياد النجوم، والخمسة الأطفال في وجوه. واشتعلت في والدي كرامة التراب، واشتعلت في والدي كرامة التراب، فصاح فيهم: اذهبوا إلى الجحيم، اذهبوا إلى الجحيم، لن تسلبوا أرضي يا سلالة الكلاب. ومات والدي الرحيم، ومات والدي الرحيم في الموطن العظيم. وكفوا مشدودة شدا إلى التراب، فليذكر الصغار العرب الصغار حيث يوجدون، من ولدوا منهم ومن سيولدون. ما قيمة التراب لأن في انتظارهم معركة التراب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عطوفة مدير عام المكتبة الوطنية الأردنية الأستاذ الدكتور نضال العياصرة، سعادة رئيس اتحاد الكتاب الأردنيين، الكتاب الأدباء الأردنيين، شاعرنا الشيخ عليان العدوان، سعادة نائب رئيس منارة العرب للثقافة والفنون من المملكة العربية السعودية الأستاذة فنان تشكيلي الأستاذة سلوى حجر، الفنانون المشاركون في هذا المنطقة الرائع من مختلف الدول العربية، وكما عودناكم على أن شعار منارة العرب هو منارة العرب لكل العرب، من حي كل المشاركين من الوطن العربي، وعلى رأسهم سعادة الأستاذة هيام الموسوي والأستاذة بشرى الخطيب من العراق، سعادة الأستاذة سلوى الجهني من المملكة العربية السعودية، نذكر أسماء متواجدين معنا حاليا، سعادة خبيرة التراث السعودي من دولة السودان الشقيقة سناء جفاني، أستاذ ملك شواكي من الأردن، الأستاذ رغد الغمازي من العراق، الساحر العزام من الأردن من إربد تحديدا، الأستاذ نجمة الزيتاوي، الأستاذ فايزة النجار، الأستاذة رائدة بحر، الأستاذة نهلة غانم، طبعا أيضا معنا هدي كتكت، وأيضا معنا الرائع في تقديم اليوم الفنانة تبارك. واسمحوا لي تحية خاصة حي فيها في غيابه الآن، ذكروا أنه غائب، لشرفنا بالحضور الدكتور عصام العسيري، ووجه تحية خاصة وكبيرة لأنه يكلفوا نفسه عناء السفر من دولة العراق الشقيق، رئيس رابطة الفنانين التشكيليين في الرمادي، الأستاذ الدكتور بروفيسور بن العزيز، ومحاضر رئيسي كان معنا ومشارك رئيسي أيضا في الفن التشكيلي الأستاذ فاروق نواف عساوي، وجهة تحية كبيرة. أيضا كان في رفقته عزيزنا والغالي علينا الدكتور طارق محمود حمزة، مرحبا فيه، والأستاذ من المملكة الأردنية الهاشمية المهندس ثامر ضيغم القصوص، حياك الله صديقي وعزيز علي الدكتور. اسمحوا لي ان اشكر ايضا القائمين والعاملين في هذه المكتبة الوطنية الأردنية، شكرا لكل موظفيها، واخص بالذكر
الأسماء التي ستسمعها بعد قليل في التكريم اللي تعبوا معنا في هذا التحضيرات أيضا. وبنوجه تحية خاصة لمصور اللي يوميا معنا من عجلون بيحضر الفاضل المصور أحمد الزغوري نورنا. أشكر أيضا عبد الله جميل مصورنا، محمد نور مصورنا، محمد أسامة دولة راحت فيها. طبعا تشوفوا هنا في ثلاثة أسماء على المنظمون، سلوى حجر، نصر زيادي، وعبد الله نصر زيادي اللي من شهر ونص وأنا متعب معك في تحضير هذا المنطقة اللي شفتوه بهذا المكان. ضيفاتنا الكريمات من المملكة العربية السعودية نورتونا، وصايف ورفيقاتك مرحبا فيك. زميلتي الإعلامية من 15 سنة سمر مشروج، وكما أطلق عليها الأستاذ عليها عمان الشيخ سمر، كل الشكر والتقدير لكم. ولا يفوتني أن أشكر المبدعة تسنيم ياسر بلجي، تحية كبيرة لكم. وعظيم التحايا نوجهها للمشاركون عن بعد، وضيف الشرف كان عندنا في هذا الملتقى سمو الأميرة ريم بنت فيصل آل سعود، نوجه لها تحية كبيرة. أيضا لا يفوتنا أن نشكر أمناء مجلس إدارة مجلس أمناء إدارة منارة العرب، نشكرهم في غيابهم الأستاذة بهية، الأستاذة فادية، الأستاذة نجاة، الأستاذ صالح الجدال، ومستشارين منارة العرب في شتى في كافة الدول العربية ومنصلين فيها، أيضا وجه لهم تحية. وإلى ملتقى قادم بإذن الله أو الخامس بإذن الله نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أستاذ نصر. وأخيرا وليس آخرا، لن نقول وداعا بل إلى اللقاء بملتقى منارة العرب الدولي الخامس بإذن الله. والآن مع فقرتنا الختامية تفضل رئيس منارة العرب الأستاذ نصر الزيادي، نائب الرئيس أستاذ سلوى حجر، ورئيس اتحاد الكتاب الأردنيين الأستاذ عليان عدوان. تكريم المشاركة الفنان دكتور طارق حمزة العراق. رسمتهم بحبيبات الكريستال، وايضا صوره ولي العهد وزوجه الميمونه. هذول 8 شهور، وايضا قدمت شعار المناره بالكريستال. فمشكورين. اسمحوا لي بس على المايك. للتذكير هنا هذه الأعمال قدمتها الأستاذة سلوى الجهني
إهداء لجلالة الملك وجلالة الملكة وولي العهد وسمو الأميرة الرجلة السيف العبدالله. نشكر باسم المملكة الأردنية الهاشمية هذه الفنانة السعودية على هذا الإهداءات القيمة وكل التحايا للإحسان. الفنانة هيام المنصور. الفنانة عالية الوهاب من العراق بالنيابة عنها أستاذ هيام. الفنانة بشرى الخطيب من العراق الفنانة ملك الشواكي من الأردن. سمحوني أنا أكرمها لأن أنا للأمانة تعبتها أسبوع كامل. طبعا هذا الزي اللي لابسيته هو تراث الجازي من التصميم المصممة التراثية سناء جفاني. الفنانة رغد الغمازي من العراق. الفنانة نجمة الزيتاوي من الأردن. الفنانة فايزة النجار من الأردن. الفنانة سحر العزام من الأردن. تعنت من قلبي الله يعطيها العافية. الله يعطيها العافية. شكرا. مبارك العزام.
الفنانة رائدة بحر من الأردن. الفنانة مجد الهنداوي من الأردن. مجد هي مشاركة من ذوي الهمم، وهي رئيسة قسم ذوي الهمم عنا في منارة العرب. نوجه لها تحية كبيرة عبر الكاميرات والتسجيلات. هي الآن أصبحت موظفة في مطار الملك علي الدولي. ما شاء الله. تستاهل. وإعلامية قريبة إن شاء الله تتخرج. الفنانة هادي كتكوت من الأردن. هذه أحد البنات اللي تبنيناها وهي صغيرة شوية وأصبحت الآن في الجامعة تدرس الفنون كمان. الفنانة التشكيلية الواعدة تسنيم ياس الثلج. ما شاء الله عليك شاعر. شاعر. ما شاء الله. عندك مرسيه ولا عضو يا يلا صورة بين تعال وبين الفنانة التشكيلية نهلة غانم من الأردن. أنعام فاور من المكتب الوطني مشاركة بالمكتب الوطنية. شكرا لجهودكم. وجه تحية كبير للأستاذ أنعام طاوع من المكتب الوطني. محمود الأبرس من المكتب الوطني. من العلاقات العامة في المكتب الوطني الأردني ما قصرنا أيضا، هم واجبهم لكن زيادة عن الواجب بتقوموا في اعمالكم وتسهروا بلا مقابل، ولكن واجبنا نكرمكم كمان ايضا في مواقع. نوال عقيل من المكتب الوطنية. امشي بنت عامر. ايوه قبل شوي هذا خربطتنا قبل شوي. تحية كبيرة. معلش. أحلام بن عماد من المكتب الوطنية. طبعا قلتوا إذا أحلام بن عماد يجب أن تقدموا خدمات جليلة. ما شاء الله عليك. تحية كبيرة للأستاذ.
للدكتور. طبعا كل الشكر للاستاذة اسراء الخياري، الكتب اللي توزعت اول يوم هي سببها. الأستاذة كريمان المناصير من المكتبة الوطنية. طبعا الأستاذة كريمان هي اللي عرفتكم على العظمة وهي دولة الأستاذ أحمد الزول من الأردن، الفنانة نعمة الزول من الأردن، السلام على أحمد الزول. شكرا.
الأستاذ ضيغم والأستاذة سوسن المحفظي. أوكي أستاذ ضيغم. كان في هذه في هذا المنطقه في امسيه امس
الشاعر الكبير محمد العزيزي من المملكة العربية السعودية. إذا سمحتوا بنا صورة جماعية على مرحلتين على لا على مرحلة كلها مع بعض، يشوفوا فيها وخلوا في راسي هنا ويا